gaye ne ilimi yake ina yin rabi masu cewa su salafiya ne su te zagi yan wansu taliban ilimi shi kage sun bari yan bid'a su bashi da yan wansu a cewa sun zagi shugabanni a haukan su ana tayo su ce ba wani abin da ake kira muwazana Abdullahi Mubarak dan sallama masa da ilimi da suru Allah da kuwa yayi muwazana nan bakiya mudallisi ne she ce madallari bakiya ya yabe shi ko da yayi abin ba daidai ba shi da yabe shi ce madallari bakiya yabo mutu abin da yayi da kuma ayi masa nasiya abin da ba shi ne ba wani abu bane to amma su sun ce ba wani muwazana saboda suna da sabon annabi ba ruwan da wani malamin da zai zo ya kikkiro wani abu sabo wanda al'umma ba su yarda da shi ba an fi shi ilimi an fi shi matsayin mamlaka an fi shi komai ba yi wannan shirin ba bambazi na ba wa Allah mai tsoro Allah ina nan duk fice da taso bai taɓa zagin wani talibin ilimi ko ce kaza wala aqta'anna bi sayfi haqqi zurakum wala yukhmidanna shuwabakum tufani wala aqsidanna Allah fi khidlanikum من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته حسناته بينه وبين ربه من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ينصح حتى يهتدي هكذا جاءت السنة فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون هكذا لكل داء دواء فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا حق فهذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الإصلاح دار المجاهدة والآخرة دار الجزاء والمحاسبة فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشط من أهل الحق ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق بل يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل هذا الذي أنصح به جميع من يسمع كلمتي هذه من الحاضرين وغيرهم أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله من الحداثيين او الشيوعيين او العلمانيين او الصوفيين او غيرهم من سائر صنوف اهل الباطل كل من اظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان كان جاهلا وجب ان يبين له ويرشد ويدعى الى الحق وان كان متعمدا للباطل وجب ان يبين شره وأن يحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي لا يؤس منه بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعب كل بناني قد عشت مسرورا ومت مظفرا